بسم الله ان شاء الله بيبدا الماتش من يزبط هيروز اوف بومبس بدينا الماتش مينيونز ضد اتوقع انه باوزر هو وكيل فوز هذا الماتش كلاود لازم يلعب سيف ادجارد مره خطير ضد زيرو سوت ولينك حشر كلاود لينك ترك كلاود وهو محشور ما ادري ليش راح يحارش باوزر كلام جدا خطا كان المفروض يعطيه الرينج باخر يطلق على باوزر من بعيد يخليه صحيح اوه خرب الكومبو حق باوزر كان ينقص كان بينقص لينك كثير لا نايس 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 لازم يركزون مينيونز اللي ما ياكل هذه يطيح فيها بسهوله بس عمر صاحي ما شاء الله ما شاء الله توقعت ياكل لكن عمر عنده ادفانتج ان الشباب هنا غالبا ما يلعبوا ضد باوزر فمو بعدين كثير الوزنيات والرينج حقه كل بابريك نايس نايس الشباب باك ان ذا جيم تيم اتاك ثانيه تيم اتاك كثير تيم مينيونز نايس عمر ما تدخلت البومب كل جميل جدا من زيرو سوت كمل عليه دكتور تاسك ينزل دكتور تاسك ما يتفاهم زيرو سوت ديس ادفانتج حيث ان دكتور تاسك وكلاود متعودين يلعبون ضد زيرو سوت لكن ما اتوقع انهم يلعبون ضد زيرو سوت يعني ليفل فهد لان شفت شلون طاحه فعلا فهد اعلى من المعتاد فور ذا جريتر جود ان شاء الله انها كانت فور ذا جريتر جود باوزر ما يشوف الوان يشوف اعداء لينك قاعد يحاول يخلي الفايت بعيد بس دكتور تاسك له بالمرصاد كلاود لازم يلعب سيف لما يجيه الليمت نايس نايس لينك اوه نايس باك اير نايس باك اير يا اخي طير بقوه ذي ايه اتوقع بعد الابديت مو الاخير اللي قبله اللي تو شكله ساور سبوت ايه او حتى زيرو سوت شوي لايت ويت فما تلومه نايس بومبلينج بس انتبه لخويك لانك اذا بت الحاشر زيرو سوت بيموت زيرو سوت فهد على ستكه الاخير باوزر لازم يموت زيرو سوت على الحق وفي فايت بين الهثات العالية صراحة الدبلز لازم توازن بين انك تفسع لخويك وانك تفوز هذا الستك الاخير كلاود سوى شغلة ماسك واحد على الجنب ويطقه كذا شوي شوي اخيرا صح ابو صلوح فارم مثل الشباب صادقين كل واحد خايف انه يخسر اخر ستوك له نايس نايس هيروز اوف بومبس الحين لو يطلع كلاود باوزر جايب ستوك نظيف وهيروز اوف بومبس انا شفت باك اير طالعه من باوزر كذا جهه كلاود بس ايه. سويت الرب لينك انتبهوا يا شباب تيم اتاك جدا خطير كلاود راح لاخر الفايت اخر الستيج مو من مصلحتك الفايت البعيد يا كلاود انتبه فهد صاد خايف جدا يخسر ستكه الاخير ما حق باوزر تو نازل ولحق عليهم اخيرا ما راح فهد يلا يا لينك انت لحالك تقدر الشباب لازم يلعبون سيف البوم. نايس لينك البوم سوت شغل لا لا لينك يرفض يذبح بدون البوم كلام كبير فيري نوبل الشباب كلهم قاعدين يلعبون سيف جدا
مسكات بيبي تو سيف. مسكات الريد تيم سيئة. نايس نايس باوزر والريد. في النص الثاني من الماتش باوزر وكلاود فجأة كذا جاءهم سينك في اللعب ولعبوا لعب خرافي. كلاود صح صح. وشو ذا كم كل يا دكتور داسك؟ واحد منهم كان كلاود ما حد شاف. مينيمم أربع كلات، ما باوزر ما يطلع بقل. كاركتر هيفي ويت المفروض الكل كلات تكون عنده. والموست دامج يسويه هو بعد. آخر صار يلعب الحالة. كلاود لازم يسوي شغل أكثر من كذا. أنا أشوف لو يغير كلاود أحسن. فعلا. وما يروح روي. روي مو بكاركتر دبلز أبدا. لا هو كذا كاركتر حساس. لا هو قوي على ستيج زي كلاود. ولا هو رجعته زينة. بس فينيشنج ممتاز. شو يحتاج فينيشنج خوي باوزر؟ فمفروض انه ياخذ دامجر. زيرو سود خيار كويس. بس ضد زيرو سود احسن منه قد يكون ماش ما راح يزبط معه. ما ادري لو يعرف يلعب ديدي. ديدي خيار جدا ممتاز. الماتش الثاني هيرو بومز لازم يركزون يخلون الفايت بعيد. باوزر ما عنده بروجكتايل، لا تقرب منه حتى، ما انت محتاج. كلاود زيرو سوت، زيرو سوت مسيطر. وين وندر؟ وين وندر الحين صح؟ اي ثينك سو. لا 1-0 للمليونز. كان يذكرهم فازوا واحدة الماتش اللي قبل. دبل صعب انك تشوف وش قاعدين يسوون ومين قاعد يخطط على ايش. لينك بعد عن باوزر، مو مصلحتك ابدا. كلوز رينج، دمج من بعيد وفنش من قريب. خلينا نشوف الليمت. يا رب لا يضيع. انتبه بعد يا لينك. نايس كلاود، نايس جدا كلاود. صح طيق واحد واثنين ماسك الفايت الحالة. مات ثلاثاتهم كلهم عالية، الوضع خطير. يلا يلك المفروض الحين تبدأ تفنش. ميزة لينك الدمج فيه سهل والفنش عنده ممتاز. نايس يرز اوف بومبز. جوكر حافظوا على ستوك الزيادة. لا راح على طول سريع. الادرينالين الراش ما قعد. ما كان بصفهم. مينيونز قاعدين يدمجون كثير بصراحة. كاركترات مدمجها جدا عالي. هيروز بومبز يتعبون. طق كومبو اخرتها مينيونز طقتين يسوون الماتش مرة ثانية. زيرو سود كانت فرصتك. لا فهد انتبه. أوه. فهد وعادات الانتحارات ما يبطلها ابدا. ركز يا جوكاكس. زيرو سوت بغى يفكر الماتش تو بانتحار لطيف. امسح على خويك الحاله. كلاود جدا مركز ما شاء الله. هذا النوع من التركيز هو باوزر الفوز ان شاء الله انه مصيره. عاد كنت اتوقع ان كلاود بيكون هو يعني العنصر الاضعف في اللعب في المباراه. والله كلاود على حسب اللي يلعب فيه. وانا اشوفه صراحه يعني مسوي شغل. واضح ان صالح يفهم الكاركتر. تصير تيمتاك معليش. انتبه كلاود. تيمتاك عادي لكن لا تموت فيها. بجد. باوزر يقدر يرجع هيفي ويت جدا. لا نايس فهد. لينك طول ما مات. قول هذه مات. اوكي لينك لازم يحافظ على ستوكي الاخير. ما يقدر دمج اكثر من كذا خلاص. باوزر دمجه مره عالي. دكتور تاسك جدا متمكن باوزر. انا خايف من ماتش من بريهم.
سوى دي اي صح باوزر. فرق الخبرة. نايس عليك. نايس دمج من بعيد. افزع الخويك ودمج من بعيد. كلام كبير. لا الليمت دائما قوي. طير. انتبه الهزات عالية مرة خطيرة. لمس الحين كل. باك اير من اي شخصية تذبح. يلا زيرو سوت. فنش عندك سهل. باوزر لينك على وشك انهم بعدوا عن بعض. كانوا بيذبحون نفسهم. اول مره ثقيل باوزر ولا كان لا لا ما زيرو سوت. يلا يا لينك. لينك تقدر. عبار كان اقل برسنتج على الستيج. ايه لا 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 تيم اتاك. باوزر كان عنده ستوك ما لاحظنا. احنا متحمسين. لينك وضعك جدا صعب. الله معليش. جود جيم شباب. احس باخر ستوك قلت راحت عليهم خلاص. حل الزرس فاينال.